دشنا اليوم دار الذكاء الاصطناعي، سينشط هذه الدار إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة، وهو في فضاء مفتوح للمواطن سهل الوصول إليه من أجل تعميم الذكاء الاصطناعي و تنفيذا لسنة 2023 هي سنة الذكاء الاصطناعي. هدفنا مع سيد وزير التعليم العالي هو بث روح المقاولاتية داخل الجامعة وتشجيع المبتكرين على إنشاء شركات. نريد حقيقة أن نرى طبقة جديدة من المقاولين، نريد تحفيز المبتكرين والمواهب على إنشاء الشركات. في الماضي ربما الجزائر لم يكن لها القدرة على إبقاء هذه المواهب هنا في الجزائر، أغلبهم كانوا يروحوا لدول أخرى ولا لجامعات أخرى، أما الآن فنلاحظ أنه عدد متزايد من كل هؤلاء المبتكرين ينشئون شركات في الجزائر.